يوم طرحت سؤال على الفيسبوك متعلق بحلقة ميلاد وما بدها هالقد. صباح الخير ميلاد. صباح الخير، كيفك غيدة؟ قلت لهم سسبنس انه السؤال اليوم عن الموضوع وقطعت لهم اياه هيك لحتى بلش اقرا بعض التعليقات وحقول لك دغري عنهم باطار سؤالك لليوم اللي هو قديش بتاثر بمنظر مظهركم الخارجي قديش بياثر على نفسيتكم. صابرينا صديقه البرنامج دائما. اول شيء دائما شكرا كثير على كل كلامكم الحلو اللي بتبعتوا لنا اياه. عم تقول يعني اذا كان في حبه او اثنين بوجهها بتتضايق وبتنرفز وممكن تلغي الظهره كتير بيأثر عليها. إنجل عم بتقول إنه النفسية بتعكس كتير على المظهر الخارجي، إنه النفسية بتعكس على المظهر الخارجي بواحد بشكله بحكيه بحياته كلها. رورو عم بتقول شكرا، عم بتقول يا وجه الخير ميرسي. المظهر الخارجي أكيد بيأثر على النفسية كتير وبحس إنه بيعكس على شخصيتنا كل نهار. وبالتي عم بتقول إنه نفسيتي هي اللي بتنعكس على مظهري، يعني شوف كيف عم بيقولوا إنه أوقات صح هي يا هيك يا هيك بتعكس على مظهري. لما تكون نفسيتي تعبانه ببين على ملامحي فبدخل بحاله اكتئاب. رح نتابع بعدين بالباقيين. اليوم رح ناخذ اتصالات كمان للي حابين يشاركونا. نبدا بالموضوع قديش المظهر بالاول بياثر على النفسيه وبنرجع بنحكي العكس. اول شيء بس خليني اقول صباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا، بعرف كتار عم بيتابعونا مشكورين وبيحبوا هالفقره. غيدا ليش طرحنا الموضوع؟ لانه مثل ما قالوا دائما بنعتقد انه بس النفسيه بتاثر على الخارج، يعني الداخل بياثر على الخارج. اليوم موضوعنا لا، كمان الخارج بياثر على الداخل. صح. يعني اليوم انا كيف يعني مثل ما عم تقول يعني هل التعبير انه الحاله النفسيه بتاثر على المظهر الخارجي والعكس كمان صحيح. صحيح، لانه اليوم انا كيف بحضر حالي من برا مرات بيعكس على جوا. يعني انا اليوم اذا قايم لابس منيح، محضر حالي منيح، تكلت على الله، حضرت الاشياء الخارجيه اللي بقدر احضرها، ممكن كثير يكون عم بيساعد على انا كيف بوصل على الحاله النفسيه من جوا. في دراسات كثيره غيدا عملت مثلا قالوا في باشارات قالوا انه الناس يلي مثلا يلي عندهم جوب انترفيو او عندهم انترفيو للشغل. صح. للوظيفه، مقابله الوظيفه، قالوا انه عملوا دراسه لقوا انه الناس يلي اهتموا حتى بمظهرهم الخارجي كيف رايحين كانت البرفورمنس او الاداء اثناء المقابله افضل بكثير من الناس يلي ما حضروا حالهم من برا او من لما هن ذاتهم ما حضروا حالهم من برا. صح، وخاصة انه المظهر يعني دائما بيقولوا انه اول انطباع هو اول ما بيشوف رب العمل هالشخص اللي فايت لعنده يقدم، هيدا اول شيء دغري بيجذب هالرب العمل لانه ممكن شخص يحس انه هيدا شخص لائق لهالوظيفة او لا. نعم، كمان بدراسة ثانية غيدا انعمل لعطوا عدد من المصارف، سألوهم عن الناس يلي شالوا الخدمات من عندهم وعملوا معهم سيرفي ليشوفوا هالناس وهي الأسباب يلي أدت على أني أنا ما بقت عمل مع هالمصرف وغيره. من الأسباب اللي تبين أنه مثلا لأنه الموظف ما بيبتسم لي، لأنه الموظف ما بيطلع فيي، لأنه بحسيت أنه منه قادر يعمل لي هالخدمة. من شو حسيت؟ حسيت من مظهره، من طريقة حركاته الجسمانية، من صوته، من نبرة صوته. هلأ ليش عم بحكي عن هيدا الموضوع بالذات؟ لأنه بعرف وبإطار شغل كتير مع الشركات لما مندرب الموظفين. صح. على حسن الأداء، على قد ما مندرب على الأفكار والأشياء من جوا، على قد كمان ما مندرب على هالصورة المنبرة. يعني تخيلي أنا عندي جوهرة بس هالجوهرة محطوطة بكيس كتير منه مرتب لدرجة ما بتتوقعي أنه عندي جوهرة بالداخل. صح. So, انطباعاتك عن هالجوهرة بالداخل بتتغير قد ما نكون نحن من جوا جوهرة. دكتور ماريبن بال 96 تقريبا عمل دراسة، وهو أكيد بسيكولوج، عمل دراسة عن سماهن الرسائل الصامتة. قال على أنه كثير وراح فسرها بعد شوي بعد الاتصال. خلينا ناخذ اتصال لجمانة. صباح الخير. الو صباح الخير جمانة. الو جمانة بعدك معنا؟ طلعي جمانة. جمانة تفضلي، عم يسمعك ميلاد. نقطع الاتصال. خلينا هيك نستغل الظرف غيدا لانه كل الناس ما بيحكونا، نقول لهم سمعونا من التليفون ووطوا صوت التلفزيون هيدي، لانه كل مره بنصير نواجه هيدي المشكله، لكن مش من التلفزيون، من التليفون لازم تسمعونا. بالرسائل الصامته الدراسيه اللي عملها دكتور ماريبن بين انه مرات الرساله، مضمون الرساله، قد المهم بهالرساله كيف عم اقولها
وكيف مبين أنا وعم أقولها. إيه. يعني كيف عم أقولها المقصود فيها، نبرة الصوت كيف عم طلعها، وكيف مبين أنا وعم أقولها. في كتير من الناس بيجوا بيقولوا لي مثلا أنا زوجي أو العكس، دايما بس أقول هالكلمة دايما بيكون عنده ردات فعل سريعة وعصبي. إيه. جريت. ودايما بنحط اللوم على أنه الطرف الثاني ممكن يكون هو اللي كان عنده المشكلة. بس لما برجع أنا وهالناس برجع لكيف الكلمة قالت، النبرة اللي نقالت فيها، وكيف كان حركات الجسمانية أنا وعم أقولها وشو استعملت، بعرف أنه لا، جزء من المشكلة عندي أنا. لأنه طبيعة هالكلمة اللي عم بستعملها بس كيف عم أقولها والطريقة اللي عم أقولها فيها عم تعكس هذا الموضوع. رح أعطي مثل. بتتذكري غيدة لما كنا أولاد صغار كان أول حدا شاطر بهالإشارات مين؟ أمنا. بتتذكري لما نروح كنا مع أمنا عند الطانت. ايه. والطانت كان عندها بوكال مليان شو؟ ايه شوكولا. شوكولا. ايه. ونحن بدنا نمد إيدنا كل هالشوكولا نشيله. كانت أمنا مش تعملنا محاضرة، شو كانت تعمل؟ تجقرنا. كانت جقرة وحدة كفيلة إنه تفلت إيدنا. طب خلينا ناخذ جمانة رجعت معنا على الهواء. صباح الخير جمانة. جمانة؟ ألو؟ من أباريت تليفون مش من التلفزيون. ألو؟ إيه جمانة؟ اسمعينا من أباريت تليفون مش من التلفزيون. من أباريت تليفون مش من التلفزيون. إيه جمانة؟ أوكي، أنا رح أحكي، أنا ما عم بسمعكم أبداً، رح أحكي وبعدين رح أطمش الخط، أوكي؟ أوكي، أوكي. أوكي، ميلادي أنا أنا وبالعشرينات. نعم. أنا وبالعشرينات كنت ضد عمليات التجميل لحديت ما صرت بالأربعينات، وبلش يأثر مظهر الخارجي على نفسيتي. يعني ما تقبلت الخطيرة، ما تقبلت التجاعيد، بس لبلشت أعمل فيلينج وبوتوكس دغري تحسنت نفسيتي وصرت كتير أحسن. نعم. بس هيك حبيت أعمل هالمداخل. Thank you جمان. Thank you لألك. أكيد بحترم الشيء اللي عم بتقوليه، بس بخاف من انه نعممه على الهوى. يعني بحترم انه الشيء اللي عم بتقولي، لانك اذا حسيتي بهيدا الشيء معناتها انت وصل لك الشيء اللي انت بدك اياه. بخاف من التعميم على انه كل حدا منه راضي عن واقعه او عن العمر او منه متصالح مع العمر نقول له فاذا الفيلينج والتجميل هو الحل. اوكي جمانه، بس لحتى نكون كمان عم نعطي عم واضحين. هلا نتصالح مع العمر او ما نتصالح مع العمر، هيدا كمان جمانة مشكله اذا بدنا نخوض فيها، هيدا بدها حلقه كثير مهمه لحالها. المهم لقيتي سبل ووسائل تحسس لك من برا تساعدك لجوا، جريت. بس انا بدعيكي من هون انك انت جمانة تلاقي وسائل وبدائل تانية ربما ما يكون عندها اثار سلبيه عليك بال 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 من ناحيه تانية. لان انا بالنسبه لإلي ما بعرف، وصدقا عم اقول ما بعرف شو تاثيرات هالفيلينج وهال كل هالامور اللي عم نعملها، ما بعرف شو تاثيراتها، يمكن يكون عندها مضار او لا، ماني مطلع وبخاف اني اعمم على شيء اجزم فيه. بس ربما كمان الشيء اللي عملتيه هلا هو مدعاه لانك ترجعي تفكري شو ممكن انا اعمل شيء من برا يساعدني لحتى انا كمان من جوا يتحسن هيدا الموضوع. سو في اتصال؟ لا خلينا أوكي. نتابع. نرجع لقصه فاذا كانت لما نحط ايدنا على البوكال كانت تجقرنا هيدي الجقره، وكانت الجقره تكفيلي بانه تغير كل المعادله، مزبوط؟ مش بس هيك، امنا كمان عندها اذا بدك يعني هي من اكثر الناس يلي ضليعه وخبيره بقصص اللي عم بحكيهم من برا. عادة الناس بتفكر انه الصوت العالي هو ايكوال شو؟ ايكوال غضب. بس امنا كمان عند الطانت، ولانه ما بدها تقول قدام الطانت على صوت عالي انه نحن شياطين وانه بدنا قتله، كانت باقل صوت ممكن كانت تقلنا نو لا بس تروح على البيت ابطك. صح؟ بتعرف كمان هي هون الشغله بقصه تعبير وجهها مثلا للام اللي هي اول شخص يعني دائما بتكون موجوده حوالينا، دائما بنقول انه بس تروح معهم على المدرسه اول يوم مدرسه للاولاد اللي بيكون عندهم رعب من الانفصال، لما بيشوفوا الرعب بعيونها بيحس بصير عندهم هن رعب دوبل، ويرقز انه اذا واحد بفكر انه لا لازم هن يحسسوا للولد انه هن مبسوطين او مرتاحين، بحس الولد لانه اوقات انه وين رايح على الرعب. اصلا في ثلاث ارباع الامهات هن بيبكوا مش ابنه. ايه بالضبط. بصيروا هن واقفين على باب المدرسه عم يبكوا مش اولادهم عم يبكوا. بشكله رعب كثير كبير. صح. للولاد لانه بيشوفوا فعلا بس تعبير الوجه تبع الام خلص هيدا الشيء بخوفهم لمدى العمر. 100% كرمال هيك ليش عم بقول عن هالحركات؟ لانه هن هول حركات شوي خارجيه او اذا عم بيعبروا عن الحاله النفسيه، بس ضبطهم
ضبطهم للوهلة الأولى ممكن يساعد كتير على أني كمان أنا ما أنه الإشارات غلط عن الشيء اللي أنا عن الشيء اللي أنا بدي إياه. سو بدي أنتبه أنه هالرسالة وصلت غلط مش لأنه الشخص الثاني بده يسمعها غلط، ممكن لأنه أنا بحركات الجسمانية، بنبرة صوتي، بطريقة اللي عم أوصل فيها هالرسالة كمان هالبرة بيساعد كتير لأنه أو توصل هالرسالة صحيحة أو توصل محرفة ومشوهة. وكمان بعد شوي هأحكي عن التحريف والتشويش بهالرسائل. رح ناخد ماري. صباح الخير. بونجور. بونجور، اهلا وسهلا، تفضلي. ميلاد عم يسمعك. استاذ ميلاد، اهلا. اهلا ماري، كيفك؟ الحمد لله. انا عم بحب اعطي رايي انه كل عمر له كل عمر له جماله وقته. نعم. وقت بيكون واحد بال 17 18 كنت انا ملكة جمال. كل بتخاطر وطبيعة. نعم. قول أنا ليش الشباب يلحقوني ويطلعوا فيي؟ في شيء اطلع بالمرأة بقول أنا في عندي شيء جميل طبيعي في. نعم. عندي يعني شفت حالي على المرأة مقبول كتير. بعدين بس صرت 18-19 صرت يعني عندي نضوج أكتر. كبرت. نعم. كبرت بال 19-20 تزوجت. يعني انعجبت بشخص وحبينا بعضنا وتزوجنا. نعم. تفضلي ماري عم نسمعك. تفضلي. نعم. بعدين هذا البوتوكس انا مش معه كثير. يعني بعدني لحديت هلا. نعم. عندي جمال القديم. نعم، فهمت عليك. وصلت الرسالة، وصلت الرسالة مدام ماري. القديم. نعم، علما بفكروني كلهم اخواتهم لاولادي. اوكي. مش امهم. نعم نعم، وصلت فكرتي. حلو الواحد يكون ياخذ كل مراحل حياته وطبيعته. نعم نعم، شكرا كثير لك علما انه شكرا كثير لك على رايك، علما انه انا يعني ما عم يعني مش موضوع حلقتنا اذا بدك هالمظهر الخارجي، لبل اذا بتحبوا نحكي بهالموضوع اكيد له تاثيرات نفسية كثيرة، ولبل عم بيودي لكثير من الامور السلبيه، خاصه وانه اليوم بنشوف كثير بالكوميرشال يعني بالاعلانات بنشوف كثير في تسويق لانه انا كل هالعمليات او هالتقنيات في منها جيد اكيد وفي منها منه جيد ولازم ننتبه، واكيد بتعكس اشياء نفسيه ما لا شك فيه انه بيعكس شيء من جوا يعني تصالح او عدم التصالح مع العمر. بس لحتى ما نعمم كمان مدام ماري، في كثير ناس بتنبسط تفرح بانه عملت شيء، مشان هيك انا قلت المره قلت بالاتصال اللي قبل قلت على انه لازم نعمل شيء بس ما نندم على انه يكون في عنده صح افيات ممكن تخليني تاذيني بالمحلات. خاصه لما في بعض الاشخاص بيعلقوا بهالدوامه يعني بصيروا حتى عمليه واثنين وثلاثه ما بتعود تكفيهم، بصيروا ما بيعودوا بيشوفوا انه في شيء لازم يقف قدامه، لا بحسوا انه يلا يلا بدنا نضلنا نغير بحالنا، مع انه بصيروا عم يوصلوا لمراحل عم تشوه لهم وجه مش عم بتجملهم 100%. بس بتعرفي شو، اذا بدي اجي اذا بدنا نطلع على قبل هي هالمرحله اليوم الاهتمام مثلا مثل انت قلتي انه الانطباع الاول بيعتمد على المظهر الخارجي واكيد على الحركات الجسمانيه، بس ليش هالانطباع الاول؟ هالانطباع الاول لانه احنا كلنا بنعمل انطباع اول لانه اذا بدك هي بطبيعه دماغنا بحاول اول شيء شو يعمل دماغي اول مره بلتقي بغيده بحاول لانه بده يحميني بحاول يعمل نوع من سكانينج لغيده ليشوف اذا هالشخص بقدر انا اوثق فيه ولا لا، إذا بوثق فيا ولا ما بوثق. بشو بدي انتبه؟ بدي انتبه لحركاتها الجسمانية، للبسها، لتيابها، لطريقة حكيها، لطريقة صوتها، لنبرة صوتها عالية ولا مش عالية، لنظرة عيونها، لابتسامتها، لقديش أوحت لي بالثقة ولا لا. مشان هيك في كتير ناس منقول أنا أول ما شفته ارتحت له أو أول ما شفته ما ارتحت له. رح ناخد نادية. نادية صباح الخير نادية. بونجور. بونجور، تفضلي. ميلاد عم يسمعك. انا بس كنت بدي اتداخل اقول انه انا مثلا من انا وصغيره لهلا بتعرف علي العالم بيقولوا انه يكون مفكرينك شايفه حالك بس انت منك هيك، بفتكر انه المظهر الخارجي كثير بياثر على العالم وعليك كمان. نعم. انا الحمد لله عندي ثقه حالي مزبوط بس مش شايفه حالي، العالم تستغرب انه كيف انت مغيره انه كيف انت غير هيك. يس تقلك معك حق معك حق يلي عم بتقولي. هلا بدي اقول لك شيء، في مرات بالمظهر الخارجي مش ما بقصد عليك ناديه، بعدك معنا؟ ايه اكيد. بس اليوم بروح بشوف مثلا ستات بيروحوا عند محلات اللي بيعملوا لهم تاتواج للحواجب
بيعملوا لهم اياهم مثل السيوفه وبتحسيها انه هيك عم تطلع هيدي النظره يلي هيك، انه مين ما تطلع فيها بحسها انه بدها تخانق. يعني اليوم عن جد عن جد لازم نعمل حلقه عن مدار هالاشياء يلي عم تفوتهم، بصير مثل عن جد مثل الساحره. وثاني شيء بتحسيها انه بدها تخانق، او مرات تواجه شفاف، او مرات انتبهي مدام ناديه، يلي عم بتقولي شيء كثير منطقي وحلو، وبنفس الوقت شيء ممكن يودينا لمشاكل. باي معنى؟ بمعنى يمكن ممكن هيدا الشيء سبب لك مشاكل اذا كنت عم تشتغلي، او يسبب مشاكل لشخص اذا كان بده يعمل انتر اكشن. 100% انا بفتكر العالم اصلا بخافوا مني اوقات، بيشوفوني شخصيتي قويه. هلا انا ماني شايفك، بس بشوف صوتك في كثير حنيه. ايه وفي كثير حدا هيك حلو، بس يعني بدي اقول لك ليش الانطباع، لانه في بعض كمان حتى بتربيتنا مرات بنتربى على انه نحكي بصوت عالي بنبره عاليه، بنفرض هيدي الوهره، بصير الناس يحسونا انه وكانه جايين نخانق، او انه نحن هيك. بس يتعرفوا علينا بيرجعوا بيشوفوا قديش قلبنا طيب. على فكره هيدا الشيء ممكن يلعب لصالحك، بتعرفي كيف؟ بطلت معنا مدام نادي. لا بعدها معنا. بس بتعرفي كيف ممكن يلعب لصالحك هيدا الشيء؟ ايه اكيد، لانه بس تتعرفوا عليك العالم ويحبوك بيتعلقوا فيك اكثر، وبصيروا يحسوا انه واو نحن اللي تعرفنا عليك لحتى نصير عم نعمل هالانتر اكشن معك. 100% صح. شكرا لك. شكرا. اللي عم بتقوله مدام ناديه كثير في ناس بيعانوا منه. مزبوط. انا بلتقى بكثير ناس ورش التدريب والكوتشنج ويلي بنعملهم خاصه مع الشركات، بيقول انه انا يا خيي ماني مانجر، ماني ثقيل، ماني مانجر بقلبي من جوا، ماني حدا، ماني منيح. طب ليش عم ينظروا لي هيدي النظره؟ لانه في بعض الناس بحركاتهم الجسمانيه، بتربيتهم، بلفظهم، بكيف عم بيديروا هالبرة، عم بيديروا بطريقه غلط. ايه ما هون اكيد رح تعطيهم بعدين نصايح عن هالموضوع. رح ناخذ ريما. صباح الخير ريما. بونجور. تفضلي ميلاد عم يسمعك. بونجور استاذ ميلاد. بونجور ريما، اهلا. كيفك؟ الحمد لله. بتجنن هالفقرة وعن جد ما بدها هالقد. شكرا لك. وأنا كنت بدي أحكي إنه الشكل الخارجي مش كل شيء. نعم. وواحد ما ياخذ انطباع عن شخص من أول نظرة له. نعم. وبس ليحتك فيه وليحكي معه بيعرف يمكن يكون بشع من برا، بس من جوا كتير حلو. صحيح. لأنه أنا كنت على طول تبع هالفقرة، واللي كانوا عم يحكوا قبلي انه ب 18 كانوا حلوين وبال 40 اضطروا يعملوا عمليات تجميل. هيدا اكبر دليل انه الانسان شكله الخارجي بيتغير، بس اذا كانت نفسيته حلوه رح تضل حلوه للابد. صحيح. وما حدا ياخذ من الشكل الخارجي يحكوا مع حدا من الشكل الخارجي. هاي شغله. شغله ثانيه انه انا وجهي كثير حلو، مش انا بحكي، العالم بتحكي، وابتسامتي حلوه وشغلي كثير ناجحه فيه من ورا ابتسامتي ومن ورا تعاطيه مع العالم. وكمان الحكي الوجه الحلو والابتسامه بتغنيك، بتوصل كثير حكي حلو بدون ما تحكيه انت. اكيد. وكمان انه بتساعدك على الحياه مع العالم يحبوك. وفي مواقف بالحياه بدها يعني هيك جديه، وفي مواقف لا، انه اوكي يلا اتس اوكي خلص بناخذها بضحك 100% وبيمشي الحال. وهي اصلا مجرد ما يقروا ما بدها هالقد، قبل ما يقروا الفقره انتم اللي خلص بحلوها. بالضبط بحلوها. ميرسي. فكثير انتم برنامجكم بجنن، واستاذ ميلاد بجنن. شكرا. وانا كثير غيده بحبك كثير. تسلمي. شكرا. شكرا. ميرسي لك. تسلمي. ميرسي ريما. شكرا كثير على هالكلام الحلو وعلى الابتسامه اللي هي عم نحسها بصوتها كمان. صح. اكيد كمان. صح. وصلتها لعنا. بس رح نتابع بعد في اتصال. بس بدي اعلق شغله صغيره بس لاوضح لريما. ريما عم بتقولي انه الانسان ما لازم يحكم على الانسان الثاني، وهو مزبوط. بس يلي عم بيصير اليوم مثلا لما انسان عم بيوظف انسان ثاني، او انسان عم يلتقى بانسان لخدمه، ما عنده هيدا الوقت الطويل ليشوفه ويقعد ويحكي معه. هيدا بيشوفه حبه. بتفوتي على موظفه انت عندك بالمحل، حبيتيها اشتريتي منها الخدمه، ما حبيتيها بعدتي عنها. مشان هيك هون بيصير يلعب بطريقه سلبيه. اكيد لو عندنا مجال نقعد مع كل العالم ونكتشف خباياهم بالنهايه، ما في انسان ما له طيب من جوا. ما تتوقعي أسوأ إنسان ممكن بالنسبة للمجتمع إلا ما يكون عنده شيء من جوا. إذا قعدنا واحتكينا فيه رح يكون عنده شيء حلو. بس اليوم بالسرعة اللي عايشينها بمجال العمل بمجال الخدمات نحكم على أول كم ثانية، مشان هيك لازم نعملهم بطريقة جيدة. مزبوط. شكرا كثير ريما لك، واكيد رح تتابع معنا هي ثاني فقره كمان بعد. نعم. لكن ريما، ورح يكون معنا ميلاد كمان بعد دقائق بما بدها هالقد ايضا. خليكم معنا.